ربما لا يمكنني أن أدعوكم لزيارة فلسطين، لكن سأصطحبكم اليوم لقطعة من فلسطين في بلدة وودبريدج في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه فكرة رجل أعمال الفلسطيني فيصل صالح عندما أسس متحف فلسطين الولايات المتحدة عام 2018 بهدف البحث والحفاظ على التاريخ الفلسطيني وتقديم الفن والقصص الفردية في الداخل والخارج. فكرة فيصل صالح تتمحور أيضا حول مواجهة الصورة النمطية التي تعكسها وسائل إعلام معادية للقضية الفلسطينية وإظهارها بشكل إنساني على أيدي الفنانين والشعراء. وبعد هذه السنين أصبح المتحف مزاراً لمسؤولين كبار، بل خرج من الولايات المتحدة ليلف العالم بفنه وآخر جولاته في معرض بينالي البندقية. وفي الاستوديو نورنا مدير متحف الفلسطيني في الولايات المتحدة فيصل صلاح. سيد فيصل، أهلا بك، شكرا على تواجدك معنا، نورتنا في الاستوديو. متحف فلسطين في الولايات المتحدة الأمريكية، حدثنا عن محتوياته وعن أهدافه. يحتوي متحف فلسطين في الولايات المتحدة عددا كبيرا من اللوحات الفنية، ويمثل حوالي أكثر من 60 فنانا وفنانة فلسطينيين في أي وقت، كما يحتوي على صور تاريخية أكثر من 100 صورة تعود إلى ما قبل عام 1948، وهناك العديد من التماثيل والمنحوتات والأثواب الفلسطينية المطرزة القديمة، إلى عدد كبير من الكتب والأشياء التراثية الأخرى. جميل، وأنت تحدثنا إحنا عم نشوف هذه الصور معك. جهودكم تخطت الولايات المتحدة الأمريكية، أقمتم مؤسسة أقامت معرض في مدينة البندقية الإيطالية، زاروا 100,000 شخص، حدثنا أكثر عن كنا نبحث عن طريقة لنشر الفن الفلسطيني في العالم، ولم نجد أحسن طريقة من المشاركة ببينالي البندقية، لأنه أهم تظاهرة فنية في العالم. البينالي هو أطول عرض يستغرق 7 شهور، ويعتبر الأهم معرض فني في العالم. فقدمنا طلبات واشتغلنا في مدة شهور، وفي النهاية البينالي تقبل طلبنا واخترنا لنقدم ما يسمى collateral event من ضمن 30 مؤسسة فنية من أنحاء العالم. طيب، اللي لفتني أن المعرض ترك كتيب للزوار يكتبوا فيه رسائلهم وأمنياتهم، شو أبرز ما لفتكم؟ شو كيف كان تفاعل الزوار؟ 100,000 زائر نتحدث عن المعرض. أولاً إحنا فوجئنا بدرجة التضامن الذي لاحظنا من شعوب العالم، من الناس اللي زاروا المتحف. يعني هذه الكتيبات الزوار ملأوا 9 كتيبات، كل كتيب فيه أكثر من 100 صفحة، وعندي هذول عينة هان، فكتبوا أشياء يعني لما أنا أبدأ أقرأها عيني بدمعوا، يعني ما بقدر أقرأ كل الكتاب، يعني بحطه، يعني لما بتأثر يعني عاطفيا في نشوف الناس. هاي مثلا حنظلة، واحد رسم حنظلة. يعني الزوار أتوا من كل أصقاع العالم، فهناك من معظم الدول في العالم ممثلة في هذه الكتب، وكلهم يتمنون لفلسطين بالحرية، free Palestine، يعني وين ما كان. ويعني في ناس كتبوا شعر، في ناس عملوا صور مرسومات،
وفي ناس حطوا أساميهم في مثلا في امرأة من قرية اسمها طنطورة في فلسطين كتبت أشياء جميلة وفي الآخر كتبت إنها عمرها ما شافت فلسطين. يعني شيء بحزن يعني. صح. طب من إيطاليا العام المقبل مؤسسة تنوي إقامة معرض للقرى الفلسطينية المدمرة وطرازها المعماري، وأقمت مسابقة للمعماريين لتجسيد هذه القرى افتراضيا. أولا المقيمين القائمين على البنالي اقترحوا لنا أن نقدم طلبا للمشاركة في البينالي المعماري، والذي سيكون في العام القادم 2023 وسيكون لمدة 6 شهور. أيضا اقترحوا لنا يعني لأنهم يعرفون قضية فلسطين وأهمية الأشياء التي تتعلق بهذا البينالي. فبالتعاون مع مؤسسة الأرض الفلسطينية برعاية الدكتور سلمان أبو ستة سنقوم بتقديم عرض يركز على الدول على القرى المهجرة والمدمرة. ففي عام 1948 قامت القوات الصهيونية أثر إنشاء دولة إسرائيل بتدمير وتهجير أكثر من 500 قرية فلسطينية. معظم هذه القرى لا تزال كما كانت في عام 1848، يعني أنقاض وأطلال. فهناك مسابقة تقوم بها هيئة الأرض الفلسطينية حيث يشارك طلاب الهندسة المعمارية الفلسطينيين بهذه المسابقة، ويختارون قرية ويعيدوا تصميم هذه القرية بصورة حديثة، ويتخيلوا كيف تكون هذه القرية إذا حررت فلسطين وكانت حرة. فاخترنا 4 من هذه القرى و4 طواقم من الطلاب وأساتذتهم يمثلون 4 جامعات، وهي جامعة بير زيت في الضفة، جامعة غزة الإسلامية، جامعة البلقاء في الأردن، وجامعة الجامعة الأردنية الألمانية. فهذا يمثل عددا كبيرا من المشاركين، وسيتضمن العرض بعض الصور التي تظهر الأنقاض وتظهر الأطلال التي بقيت، جزء من باب من الدار، حيط، أشياء يعني أشياء عاطفية جدا لما الواحد يشوفها. وسيكون هناك عددا من اللوحات الفنية، بعض الفنانين الفلسطينيين سيشاركون برسم بعض هذه القرى وبعض هذه. ننتظر ذلك، وجهودكم مباركة، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا. مدير متحف الفلسطيني فيصل صلاح، شكرا لك. إذا ممكن أصلح اسمي فيصل صالح. أهلا، تنورنا دائما. إن شاء الله نشوفك العام المقبل مع المعرض الجديد. مش مهم. شكرا. شكرا.